يا بنت يا مشاعل يلا تأخرنا العيال. جاية بسرعة بسرعة. طيب بسوي لك أشياء. الشاهي والقهوة هنا حطيت. وبيالات حطيت. عدتيهم؟ ايوه خلصت. ما تدير بسرعة. برد عليك. مش في سنتي ورس كذا. وش ذا؟ ايش في؟ ثلاثة سكر. هذا شيرة مهم شاهي. طب مو انتوا قلتوا لي انكم انتوا تحبوا السكر زيادة؟ اي بس هذا زيادة زيادة زيادة. ما تعرفين توزنين الشاهي؟ لا ما اعرف. انت تعرف؟ ايه اعرف. طيب خلاص سوي بنفسك. لا يا شيخة وتستهبلين بعد. ملاحظة تاني مرة لما عندك اي ملاحظة علي يا ريت تقولها باسلوب لطيف احسن من كده. ما بقى الله تعلميني الاسلوب والادب. وش ذا الطلعة تأخرنا؟ ترى تونا بدري. شوف الساعة 7. لا يا شيخ اليوم ويكند تلقى ما في مكان الحين. طيب مو مشكلة مر البقالة خلنا نشتري الأغراض. من جدك أنت؟ كلم كفتة وشكر شو يجيبونها. طيب هلا شكوش بالله وانتم جايين اشتروا أغراض من البقالة. موية ثلج كيك عصير مكسرات. لا يا شيخ ما بقل تقول لهم جيبوا الحاف ومخدة. كنسل كنسل الحين مر البقالة ناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها. لا تتأخر عجل. يا شباب لا حد يتأخر. ها الأغراض كلها معنا وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور. لا تتأخرون. من جدك أنت؟ السلة فاضي. يلا يا أخوي تأخرنا العيال. ما هو بلازم مكسرات. أمش خذ أي شيء. خذ اي شيء ابن الحلال. امسك امش 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 امش. اكتب مويه. امش هذه مويه. امش معليش. اسفين حبيبي. شو اللي معليش؟ تبتسم بعد انت وجهك. ايش فيك وانا فوق؟ اسف وانا السياره انا بطلعها. ابشر. لا يا شيخ اسف. وين اصرفها ذي؟ اسف وين اصرفها؟ انت وش اللي حصل خير؟ حصل خير وانا اخوك خلاص صدر كب سيارتك وامشي. انت وش اللي تامر عليهم؟ وش اللي حصل خير وتامر؟ وش فيك انت يا برودك؟ تلطع الناس هنا تسكر على الناس سياراتهم. وش فيك انت؟ حبيبي هدي هدي. السياره على هالخشم اطلعها الان ولا يهمك. انت شكلك مو شاب. خلاص طلع سيارتك وانا اخوك. طلع امشي امشي خلاص اركب. كذا زين يا شباب كذا زين. ايوه تقول الله لا يستاهل. يا ربي ضحك السريع موقف ذا ما انسى. عاد غريبه ما قد سواها. انا كمان استغربت بس قلت ايش بدا مشي. والله ضحك. كذا زين يا شباب. اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله. بس انت اقعد اقعد. طب وراك ترفع صوتك انت. ترى طالعين نستانس ونستمتع. ها تتذكروا تركي يضيع جوال حقه؟ تخيل زي تذكرون تضيع عنه الرحلة. تسلك لي أنت تسلك لي. شوف الهوا شوف الهوا. وشلون يضبط الشوي؟ وش فيك أنت؟ خلنا عدل الموتر. شوف تركي ما شوف تركي هذا اللي فالحين فيه. هذي الرحلة دي يا قاتل. لا خلاص لما قلنا بعصا تانك. إيه أنا بعصا تانك بس يلا. حتى ما حد والله ما تحب تنظف الغمارة. أقول كذا ممتاز لا يكثر بس لا يكثر. ها شفت ليفربول كيف؟ تكسير روز ما في تكسير روز. والله ما توقعتها منه مرة. يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء يلا بسرعة. وش عشاء؟ تونا بدري يا ابن الحلال. تستهبل أنت وجهك يبي له ساعة ونص. وش فيك أنت ما تفهم؟ إيه فقي أنت إيش مقرمشة كذا؟ أسكت أسكت خلاص. إيه وش اللي أسكت؟ جاي نستانس حنا. وين قدر الضغط؟ سيارة كفتة. يلا كفتة. كنت جالس تاكل كم جبت قدر الضغط كم؟ قام يلا رح. الحين يا عيال تجيكم احلى كبسة بس زي ما اتفقنا ياسر علي الكبسة وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك. شو اسوي عشان الحين؟
عادي كل السعوديين اللي طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ تنكت انت وجهك تنكت. هذا لا تخرب الجلسه. ايش فيك؟ ترى ليسي ملح دحين كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا واشرها علي اللي اطلع مع مبزره. الله يسعدك يا خالتي انك علمتيني الطبخ، ما كنت اعرف اسوي ولا حاجه. كل البنات كذا قبل الزواج، بس بعدين يتعلمون حبه حبه. المشكله اللي معقدني الجريش هذا، ماني عارفه اسويه بالمره. الجريش سهل، اعلمك مره ثانيه ولا يهمك. شكرا يا خالتي شكرا مره، والله ماني عارفه فين اودي جمايلك هذه. عمي ما تشوفين كسرتي مواعين البيت كله. ما تستحين على وجهي سنتي، فشلتيني مع امي وابوي. انا بتعلم. صرفنا رفنا هدي رفنا. والله ما سويت شيء توحد مني بالغلط. وش فيكم على البنت؟ روعتوها خلاص انكسر الشر. ها عامر الغدا ما ابي، ما انا مشتهي. ليش ما تفهمين انتي؟ اقول لك ما انا مشتهي، بطني وجعني. عارف ليه بطنك توجعك؟ لانك 24 ساعه معصب على اللي يسوى واللي ما يسوى. ارحمني وارحم صحتك وارحم نفسك. دكتوره انتي دكتوره؟ اقول لا تتفلسفين علي، ابي ارتاح. تفهمين ولا ما تفهمين؟ لا ما افهم وما راح اسيبك. انت مريض واللي قاعد تسويه في نفسك وفي اللي حواليك غلط. اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم. لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الاشخاص دي انواع. اول نوع ناس عصبيه جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس باردة قوي. والمطلوب انك هتختار واحد بقى من الناس الباردة دي اللي انا هعرضهم عليك، تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تأمين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى انت استحملته زي الفل وتعالجت، لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز واكلته المفضلة السيزر سلط. اما عاد سيزر سلط غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير ورياضته المفضله هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين اجيب له دليل بالرياض؟ غير. سامي 27 سنة، بيحب قرايه الكتب واهم حاجه عنده يشرب القهوه وهي سخنه. ايه هذا هو لهم، خلاص جيب لي ابو قهوه. اهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت اخوك سامي. هنا مكان نومك ودورة المياه في الجهه المقابله اذا احتجتها. مشكور يا اخ سامي، عاد انا بخلي الشنطه عندك وبروح. وين؟ بروح استراحه. بس انت نسيت شغله مهمه جدا، انا مرافق معك ولازم اكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكله، دزها مع الاستراحه. اسف، الان وقت نومي. أبوك الدجاجة في حد ينام الساعة 9 الحين، وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلاي ستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس. ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت؟
عامر، لازم جسمك يستفيد من نوم الليل. نوم الليل فيه فوائد عظيمة. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي اروح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتأخر. اصحى يا عامر. عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون انسان ايجابي وهادي وانت ما تفطر، عارف؟ الفطور اهم وجبه لجسم الانسان. طيب خلاص عرفنا. غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك انك تكون انسان ريلاكس وهادي اعصابك. العسل هذا اللي يساعدك انك تكون انسان ايجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي أنت فيها، أنت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا أخي خلاص، أنت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك أهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر إنك يا عامر نسيت إن في تقييم. ها؟ أنت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي أنت فيها. ابتسم. ابتسم الآن مع الصباح الباكر. وريني ابتسامتك. خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم أم بغيت 100. يا الغالي لنا ساعة جالسين هنا وأنا بديت أتوتر، ما تعودت أجلس مكان واحد فترة طويلة. عامر القهوة لها طقوس، استشعر طاقة المكان حولك، عيش اللحظة، حس بالقهوة، خلي الكافيين اللي في القهوة ياخذ مجراه في الجسم. معاملة هو ياخذ مجراه. مع ذلك أخذ مجراه. ثم ماذا؟ ما فهمتني يا عامر. محمود درويش الله يرحمه يقول القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تك 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 تشرب على مهل. يا حبيبي مباراة الهلال بتبدأ وانت تقول لي على مهل، خل نمشي. أها يعني ذهنك مشغول، وطالما أن ذهنك مشغول بهلال ونصر معناها ما راح تستشعر اللحظة، فخليني أروح مع قرارك. نروح نشوف الهلال. يا ليت يلا مش مراقبته للاستمتاع. وش ذا الدفاع الشوارع؟ وين البلاهي؟ وين الكوري؟ ورا ما يغطون. الله لا يلومهم، حمد الله ما شاء الله عليه فريق الحالي وما حد قواه. كلام مفقع ولا هلالف ولا بطيخ. حبيبي النصر في ارضكم وسط جمهوركم دقكم زي ما دقناكم برضكم. اطلع منها يا الطحلبي، تفهم ولا ما تفهم؟ والله يا جماعه هدف ملعوب، هدف جميل جدا، واضح انهم متدربين عليها كويس. مدرب النصر اشتغل افضل من مدرب الهلال، لازم نقول كلمه الحق حتى لو خالف ذلك ميولنا. لا يا شيخ كلمه الحق ها، ورا ما تسكت انت بس. ها التقييم، التقييم يا عامر. حمد الله لعب فيكم يا الطواقي. شوف دمعته، شوف دمعته بيصيح بيصيح. يا رجال اسكت بس، لو ما انقطعت الكرة من البريك ما يجيبها حمد الله. سمعني صياحك. اوه تحرم. اوه الصراحة يا عامر حمد الله اقوى من رلاندينو.
وحتى اقوى من قوميس. وين حقكم الاسد هذا المختفي؟ اليوم ماله حس، قلب سيمبا. ايه لا تغلط على عمك الزعيم يا رجال. لا تحمد، ان فازوا الملايين لهم وان خسروا ما هو بمحرق اعصاب ولا انت. النصر اليوم كان افضل، الكوره فوز وخساره. خذ عندك مثال، حمد الله هذا لاعب من طراز عالمي، نادرا ما شاهدته في ملاعبنا. لازم تعترف بهالحقيقه يا عامر، النصر كان افضل من الهلال. لازم تقول له مبروك، تحلى بالروح الرياضيه. هذا لك يا عامر. تقييم يا عامر. زي ما انت شايف يا دكتور، المرحله الاولى من العلاج فشلت، وانا ضحيت بال5000 لاني ما قدرت اتحمل. للاسف واضح، واضح يا عامر. عطنا المرحله الثانيه. شوف يا عامر، المرحله الثانيه دي انا هديك حقنه. الحقنه دي هتزود عندك هرمون البروليتا. الهرمون ده لما يزيد هيخليك هادي جدا، وعمرك ما هتتعصب ابدا. الله يهديك يا دكتور، وانا ما اعطيتني ذا المرحله من زمان، وشلون تخليني استعثم ذا الرجال؟ بس خلي بالك، المرحله دي بقى هتكلفك 15000 ريال. الحمد لله على السلامة يا جميل. الله يسلمك يا دكتور. شوف يا عامر، أنا كنت عايز أصرحك بحاجة بسيطة خالص. مفيش حاجة اسمها هرمون البروليتا ده أصلاً. إحنا ركبنا لك شريحة كهربائية في ظهرك عشان أول ما تتعصب تشتغل الشريحة تكهربك غصب عنك تهدى. يعني كذبت عليا. الله يهديس، بس ثاني مرة انتبهي، اغرفي بشويش. غريبة ما عصبت، ايش الهدوء اللي نزل عليك فجأة ده؟ ليش؟ هذه شريحة حاطة الدكتور في ظهري، إذا تنرفزت أتكهرب وأنصر عليكم. والله صراحة هذا الدكتور مرة ذكي، أهني أنا. الشريحة. اسكتي يا بنت، الولد مو ناقص. وانت يا ولدي بتبقى على ذا الحال كثير؟ ما يصير. لا يمه، الشريحة فيها عداد، قال لي إذا تميت أسبوع وما تنرفزت إلا مرتين بيشيلها. الله يشفيك ويعافيك، شد حيلك يا أمي علشان يشيل الشريحة بسرعة، ما أبي أشوفك متكهرب مرة ثانية. أبشر. يا دكتور شوف لي حل غير الشريحة، ما يصير كل يوم وأنا منصرع. أنا ممكن أتعاون معاك وأشيل لك الشريحة دي، بس بشرط. وشو؟ إن احنا ننتقل للمرحلة الثالثة من العلاج مباشرة. موافق. المرحلة دي هتكلفك 100000 ريال، بس ده حل نهائي. نهائي نهائي؟ نهائي نهائي. أكيد. أكيد. موافق. طب يلا بينا. يلا. يا ابو ثلاثة. يلا سلم اليد للي بعدك، احنا متفقين 3-0 تنتهي المباراة. يد ماني مسلم، يد ماني مسلم، قايلكم الاول يدكم خربانة، اليد خربانة، واستراحتكم ذي معلم مطابة. طب وراك معصب؟ بالعكس المفروض تكون روحك رياضية، الفايز تقول له مبروك والخسران تقول له هارد لك. لا تكلم كذا، لا تكلم كذا، لا تلفزني يا ابن الحلال. هد ولا يا عيال. إلا وش فيك سلامات؟ وش في ذا يا عيال؟ مريض. إلا مريض. إلا مريض. إلا أشوى.